برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أطلق رسميا شعار دورة الألعاب المدرسية الدولية 2024. نعم، وذلك على مسرح البحرين الوطني بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية. كما شهد حفل التدشين سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، وسعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المقيمون في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن سعادته بتدشين الشعار الرسمي للدورة للإعلان عن استعداد المملكة لاستضافة أكبر حدث رياضي من حيث عدد المشاركين في أكتوبر من العام 2024، والذي يعتبر أحد ثمار الرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الشبابي والرياضي من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وأضاف سموه أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في التحضير والإعداد لاحتضان الدورة منذ اليوم الأول لإسناد شرف الاستضافة إلى المملكة، وأن الإعلان عن تدشين الشعار الرسمي لها يعكس الحرص على تقديم أفضل التجهيزات والتحضيرات للمشاركين وضيوف المملكة لتنظيم واحدة من أفضل الدورات الرياضية المدرسية على مر التاريخ. وعرب سموه عن أمله في أن تسهم الدورة بانطلاق كوكبة جديدة من المواهب الرياضية المدرسية لرفض الأندية والمنتخبات الوطنية وتحقيق جميع الأهداف الأخرى التي أقيمت من أجلها، مؤكدا سموه أن استضافة البحرين لهذا الحدث هو امتداد للنجاحات المتميزة التي يزخر بها سجل المملكة في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، وهو ما يعكس مسيرة التطور والنماء التي تعيشها الرياضة البحرينية في ظل دعم جلالة الملك المعظم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومؤازرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة. كما أكد سموه حرص مملكة البحرين على تأمين كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي، مشيدا سموه بتعاون جميع الجهات المعنية وسعيهم الدؤوب في العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من النجاحات المميزة وتعزيز تقدم المملكة لتكون دائما في مصاف الدول المتقدمة رياضيا. وأضاف سموه بأن مملكة البحرين تسعى إلى تعزيز ريادتها في تقديم مجموعة متكاملة من البرامج المتميزة التي تهدف إلى بناء وتطوير طاقات وقدرات الشباب من جميع أنحاء العالم في مجال الرياضة، إلى جانب مواصلة جهودها في تطوير البنية التحتية والمنشآت الرياضية وفق المعايير والمواصفات العالمية بما يتماشى مع مساعيها نحو تركيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة، ومن بينها وضع السياحة الرياضية في مقدمة أولوياتها. تجهيزات واستعدادات مكثفة تقوم عليها مملكة البحرين لاستضافة هذا الحدث العالمي المميز، وضعت من خلالها جملة من الخطط الاستراتيجية لتهيئة كافة المرافق استعدادا لاستقبال دورة الألعاب المدرسية الدولية بمشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من مختلف دول العالم ليتنافسوا على أرض البحرين. تم اليوم تدشين شعار دورة الألعاب المدرسية التي سوف تقام في مملكة البحرين إن شاء الله في العام 2024 تحت رعاية ملكية سامية من سيد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. طبعا سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة يتابع مجريات الاستعدادات لاستضافة هذه الدورة الدولية المهمة جدا. وزارة التربية والتعليم من دون شك جزء أساسي وفاعل في الاستعداد لهذه الدورة، باعتبار أن الدورة تخص طلبة المدارس في مملكة البحرين، وأيضا سوف تستقطب الكثير من طلبة المدارس حول العالم. هناك الآلاف من الطلبة حول العالم سوف يتوافدون إلى مملكة البحرين لمشاركة في مختلف الألعاب سواء الفردية أو الجماعية التي سوف يتنافس فيها المشاركون في هذه الدورة. بسواعد بحرينية تعمل بشكل متواصل لإنجاح هذا الحدث الأضخم لتؤكد على أن مملكة البحرين
قادرة على استقطاب أكبر وأضخم الفعاليات العالمية، وها هي اليوم تطلق شعار الدورة المقبلة بحماس كبير، على أمل أن تنجح هذه الدورة ويلتقي طلاب البحرين بأقرانهم من دول العالم ليتنافسوا على ذهب البحرين. أنجزنا أكثر من 50% من متطلبات الاتحاد الدولي حق البطولة، الحمد لله بدعم جميع الوزراء من جميع فريق البحرين ومع الفريق اللي معاهم قدرنا ننجز الخطط المهمة. من أهم الخطط هي تهيئة المنشآت، احنا اليوم حطينا خطة لتهيئة المنشآت لتكون بالجودة اللي نحتاجها وبأحسن حالة حق البطولة في عام 2024. طلقت مبادرة ان انا نستعد حق الاي اس اف اللي هي البطولة الدولية المدرسية من تقريبا قبل سنة، بدينا التجهيزات سواء في المنشآت الرياضية المختلفة سواء بنشر ثقافة البطولة المدرسية على مستوى المدارس البحرين كلها حق الطلبة حق معلمين التربية الرياضية، وخذينا على عاتقنا أن نسوي دورات تدريبية تأهيلية للتحكيم وسواء للتدريب على أساس نأهل الطلبة في هذه المرحلة على أساس في 2024 إن شاء الله نكون قادرين أن احنا ننظم البطولة على مستوى يليق بمملكة البحرين. جملة من البرامج المتقدمة التدريبية منها والتثقيفية صممها القائمون على هذه الدورة لتهيئة كافة الظروف لإنجاح هذه الاستضافة المرتقبة. تعد هذه الدورة الدولية للألعاب المدرسية من أهم الدورات الرياضية، لما لها من دور كبير في تمكين الشباب البحريني من مختلف الألعاب الرياضية، وتساهم بذلك في إنشاء قاعدة من الرياضيين بالإضافة إلى صناعة جيل ذهبي جديد قادر على منافسة شباب العالم. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.